وجهت لكل البرلمانات مشان هذا الموضوع، وفي رسالة من المجلس التشريعي الفلسطيني وجهت لكل البرلمانات. هاي الصورة شايف، هاي الصورة هاي في زنزانة المندل، إعلان روبن أهلي كلياتهم اللي هم من بينهم مؤسسات ومن بينهم اتحادات، وفي تيمور هاي المنسقين اللي هم رؤساء الحملات تبعتنا رسمها نفس الرسام اللي رسم جيفارا. بعد 14 سنة احنا بنشوف انه تأثيره اصبح اكبر من اي وقت مضى، وانه نجح مروان البرغوثي في انه يفشل مخطط اسرائيل باخماد صوته، او انه يفشل مخطط اسرائيل بانه تبعده عن الشارع الفلسطيني وعن السياسة الفلسطينية. بس احنا بنقول انه يعني في طريقتين للافراج عنه، اما القيادة بتتحرك. هاي هذا هو بسام إيرلندي، هو اللي رسم صورة جيفارا ورسم صورة مروان. الترشيح لنوبل تجمدت. لا ليش مو تجمد؟ في حديث بيقولوا هيك إشاعات. بس احنا بنتفاجئ لما اسكافيل هذا رشح مروان. صحيح التقيت فيه انا في نحن نعلم ان جائزة نوبل في الظروف حولها وفي تأثير خارجي عليها، ومن الممكن أن لا يحصل عليها المناضل مروان البرغوثي، ولكن مجرد أنه تم ترشيحه إحنا بالنسبة لنا كفلسطينيين وكشعب فلسطيني الهدف تحقق، بأنه العمل على شرعية نضالنا وحماية نضالنا. والترشيح في رأيي مش ترشيح للمناضل مروان البرغوثي، ترشيح للنضال الفلسطيني.